حياتي حاجة ذاتي، مش طالعة عندكم لباس بخير؟ نتمنى تكونوا تمام بخير وعلى خير. كيف مشيتوا معايا اليوم؟ جيت نبارطاجي معكم طريقتي في إعداد مربى الفرايز، طريقة سهلة وناجحة وغتعجبكم إن شاء الله إلا جربتوها 100%. عندي هنا فريز ديالي كما كتشوفوا، أنا جبتو غسلته مزيان، غسلته المرة الأولى والمرة التانية التالتة، غسلت نقطة مزيان. كما تعرفوا الفريز كيكون فيه الطايب ضروري باش تغسلو مزيان، نقيته يعني ضروري كيكون طايب شويه، نقيته حيدت له هذا الرؤوس ديالو. غندوز دابا غنقطعو مربعات صغار، انا غادي نبدا في هذا ديالي نديرو في مربعات صغار، طريفات صغار ماشي بحال هكا. دابا كيفاش شفتو معايا حبيباتي، هنا بعد ما قطعت الفريز ديالي انا درت له جوج انيات، ما كفاتنيش لان كما قلت لكم عندي 3 كيلو، المهم النص درته هنا والنص بقى عندي في انيه اخرى. وعندي السنيده كيف ما قلت لكم غادي نستعمل كيلو ديال السنيده، وانا بالنسبه لي كافيه يعني كيلو. نتوما الا بغيتو تزيدو غتزيدو، تقدروا ديروا كيف ما قلت لكم كل كيلو ديروا معاه نص كيلو ديال السنيده، حتى الكيلو قال 4، لان اللي كيبان حلو بزاف يدير حتى كيلو قال 4. انا كندير هذا هو العبار اللي كندير، كنبغي يجي حلو بزاف، كنبغي يجي بمذاق معتدل. وثلاثه الحامضات عصرتهم، عصرت ديال ثلاثه الحامضات، يعني كل كيلو عنده حامضه. غادي ندوز ندير السنيده ديالي، نضيف غير لو هذا الحامض، غادي نضيفه كله. كما قلت لكم انا عندي باقي يعني اخرى، انا غنضيف حتى السنيده دابا نحاول نخلط باش يتساجم لي السكر مع كلشي، الفريز يتغطى بالسكر. انا هنا كيما قلت لكم راه درت غير نص ديال السنيده، نص كيلو ديال السنيده لهاد النص الكميه، نص الكميه في اناء اخر، حتى غندير نص كيلو اخر ديال السنيده. المهم غندير هادشي كلشي، غندير هاد الفراولة ديالي نحاول نغطيها كلها بالسنيدة. كيفما شفتو معايا حباتي، هنا من بعد ما حركتو مزيان في هداك السنيدة والفريز والحامض، راه الفريز بدا كيطلق الماء ديالو كيفما كتشوفو، يمكن يكون واضح ليكم. غنطلق الماء ديالو دابا، الماء ديال الفريزر ما كان زاد لي هنا ما لا والو، غنخليها دابا حتى الصباح عاد ان شاء الله غنطيب هاد الفريز ديالي، نخليه يبات في هاد الحامض والسنيدة، وغنغطيه بالسلوفان الغذائي ندخلو الثلاجة حتى غدا ان شاء الله ونطيبو. ملي غنطيبو ان شاء الله انا غادي نكمل معاكم التصوير ان شاء الله. هاد الوصفه كما قلت لكم البنات راه ناجحه 100%، انا كنديرها نصايبه دابا شي 50 ولا 60 كيف ما كتشوفوا حبيباتي. من بعد ما بات الفريز ديالي حتى الصباح كما قلت لكم، خويته في الكوكوط ديالي اللي غادي نطيبو فيها، ها هو كيف ما كتشوفوا راه بات ليه اللون ديالو، لانه داك السنيده خلاتو تطلق الماء ديالو. شو دابا غنخليه يطيب وعلى عافية عادية، ما هي مجهدة ما هي ناقصة. المهم هو هذاك الفريز ديالي من بعد ما غلى بدا كطلع في هاد الكشاكش هادو،
مش هقدر انه مطبب لكم ما كيفاش، لان البخار كيطلع حاولت نمسح مرارة وانت كرارة ولكن كي عاودي يتطبب. مهم فاتيها الفريز ديالي طاب، وهاد راه كنبقى ما حد هو كيطوب وانا كنحيد هاد الكشكوشه او الرغوه ولا كل واحد كيقولها. المهم ولا الزبود ولا اي مصطلح، مهم كتبقى محدا هي كطيب وانت كتحيدو هاد الشتوفي. صافي دابا انا صافي غنطفي عليه وغنخليه واحد شويه غير يبرد واحد شويه، وغادي نطحنو بالميكسور، نطحنو بهذاك الميكسور اللي كيتضغط بحال هكا. تقدروا تبغي تخلوه غير بحال هكا طريفات تخلوه، بغيت تحنو انا غنطحن نصو نصو غنخليه طريفات، واللي بغيت تحنو كاملو طحنو كاملو. المهم الا كنتو غطحنو في مولينكس خلوه حتى يبرد مزيان عاد طحنوه، واللي عنده الميكسور يطحن يخرج شويه يبرد واحد شويه ويبدا يطحن. المهم انا نخليكم دابا حتى يبرد ونرجع لكم. غنطفي عليه دابا صافي ونخليه حتى يبرد ونطحنو ان شاء الله. حبيباتي من بعد ما برد الفريز ديالي هذاك الكونفيتير انا غنطحنو دابا. انا صراحه خليته ماشي غير برد، راه براد ما طحنتوش في الصباح ما بقيتش ساليت ليه راك عرفتو مع الشقا والداري. دابا عاد غنطحنو دابا. المهم انا ما نطحنوش كله، انا نطحن بهادي واللي عند ما عندوش هادي بغا يدير غير مولينكس يدير مولينكس. المهم انا ما نطحنوش كله، انا بغيت هادوك الطريفات ديال الفريز يبقاو ليا فيه. نتوما بغيتو تطحنوه كله يولي كله رطب بليس ما يبقاش فيه كاع الطريفات طحنوه، شغلكم هذا كل واحد الذوق ديالو. اللي بغى يخليه عاوتاني بحال كي يخليه. دابا غنحاول نطحن غير النص ديالو، النص غنخليه. المهم انا غنكمل الطحين ومن بعد نوريكم ان شاء الله. انا حبيباتي من بعد ما جات الكونفيتور ديالي ها هو كيف ما كتشوفوا. انا عبأتو هنا ف درتو في قراعي ديال الدجاج، نسيت ما بارطاجيتش معكم التعقيم اللي كندير القراعي ديال الدجاج. المهم كتبدو كامله ديال الماء كديروها تبر مزيان، كديروا فهاد القراعي ديالكم ديال الدجاج وتخلوهم فيه يغلى داك الماء، وتحاولوا ديروا بيناتهم شي فوطه ولا سيرفيسه تكون نقيه باش ما يتهرسوش الدجاج مع الماء كيطيب ما يتهرس لكم. ولا تقدروا تعقموهم في الميكرو اوند، واخا ما كنحبش فكره الميكرو اوند لان الميكرو اوند مضر بالصحه، الاحسن تفاداو. وهذاك من اللي كيخرجوا بالنسبه اللي طاب في الماء ملي كيخرجوا كنقلبوا من فوق شي سربيته ناشفه باش يستطروا مزيان وينشفوا، عاد نعمروهم في الكونفيتير ديالنا. وملي كنعقمو كنعقمو عاد حتى الغلاق ديالو باش يكون معقمين. كنعمرو فيهم الكونفيتير ديالنا كنسدو ليه مزيان وكيبقاو مزيان اطول مده ممكنه. كيف ما كتشوفوا معايا لهنايا درت حتى فهاد القراعات صغيرين، صراحه كيجيو حتى هما زوينين، يعني واحد خارج ولا حتى كيديهم معاه. ورافقتهم هنايا بهاد الكرواسون، راني حطيت ديال داك الفيديو ديالها حتى هو يلاه بارطاجيتو معكم. راني غنحط الرابط ديالو في صندوق الوصف باش اللي بغى الطريقه ديالو كروس بالخميره البلديه. صراحه كيجيو هائلين وراه يعني ما نكونشكم يعني اقتصادي يمكن يخرجوا كميه كبيره غير بمقادير قلال، يعني بيضه وحده وكاس ديال الحليب من غير ابا البيضه اللي كندهنوا بها بطبيعه الحال كيخرجوا الكونتيتي وكيجيو زوين وخفاف وهشاش. نتمنى انكم تشوفوهم حتى هما وتجربوهم، راه كيجيو زوينين ان شاء الله ما غتستغناوش عليهم الا جربتوهم. والكونفيتير ديالي انا غنجيب هنا شي حاجه فاش نحكم لكم. ها هو كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي. انا هنا كيف ما كتكون ما كثرتش الحلاوه فيه، وملي طحنت كيف ما كتشوفوا طحنت غير نصو ما طحنتوش كلشي. ها انا كيف ما كتشوفوا شي طريفات كيبقاو فيه، كنخلي دوك الطريفات شوفوا نديرو. نتمنى يكون واضح لكم. يعني تجربة هائلة وما غتندموش عليها ان شاء الله. انا غادي نفتح هذه نتمنى انكم تجربوه. غادي يوقف الفريز دابا غادي يبدا يوجد، شبعوا فريز وبالاخص في هاد الوقيته صراحه البنات كما كتعرفوا هاد الظروف اللي كنعيشوها
في البلاد، يعني الواحد خاصو يتفادى يجيب شي حاجه متزلقه، اي حاجه طيبه في داركم، خبز مسمن كواصه، هادشي تاع المعلبات، كلشي كلشي تفاداو كلشي صراحه، باش المناعه ديالنا تقوى. يعني ملي كتاكل كلشي جاهز في الدار، كتشوفو الناس راه كيجي زعما هائل. ملي كطيبو كيفما كتكون كلشي في الدار، يعني المناعه شويه كتقوى، ما كيبقاش بنادم ضعيف المناعه عنده، كيقويها بالخضار، كل الخضار، كل القطاني، كل الفواكه، الفواكه اللي فيهم فيتامين سي مزيانين، وتفاداو اهم حاجه تفاداو بماكلة الزنقه، يعني ما تجيبو حتى حاجه مزنقه، صايبو كلشي لراسكم. دابا الحمد لله راه بنادم جالس في دارو، فكيما يدا يتلاها يلاهي وليداتو، يدير لهم شهيوات يمتعهم، حتى هما مساكن باش ما يقنطوش، باش ما يملو، حتى هما يديرلهم شهيوات اللي يعمرو بهم الوقت ديالهم، يفرحوا بهم، يبدلوا الفراغ ديالهم، يبدلوا الجو شويه، حتى هما يقدروا يعاونوكم يساعدوكم في هادشي، راه كيعجبهم هادشي، كيفرحوا فيه، يفرحوا بهاد الشيء، التجهيز التحضيرات ديال هادشي اللي كتكون في الدار كيفرحوا به، ماشي بحال هادشي اللي مزنقه. طيب نتمنى تنال اعجابكم هاد الوصفه اللي قدرت لكم، وما تنساونيش كما كنقول لكم دائما ملي لايك لايك البنات، راني صراحه كنقدم لكم داكشي اللي يعني راه مضمون، يعني ما غاديش شي حاجه اللي غتجربوها وتخسر لكم ولا المقادير مضبوطه، كلشي اللي كندير معكم مضبوط، كنت بارطاجي معكم داكشي ايطابي، يعني كلشي المراحل، ما كنبغي نزكل حتى شي مرحله. نتمنى ينال اعجابكم كيف ما قلت لكم هذا الفيديو ولا الفيديوهات كامل اللي كنبارطاجي معكم.